هذه المذاكرة علاش مليحة؟ هذه دير لك الميزاجور الإيماني. علاش ربي قال ذكر 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 دائما غابل هكا غابل كي تكون في الطريق وتلاقي الاخر تلقى غابل علاش باش تنسى 100 يقعد بقى زيد 120 غابل غير 100 بزاف عليه. هذا هكا يا عم دائما التذكره دائما الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه بالموعظه هكذا باش نبقاو دائما على العهد باش نبقاو على العهد. مش الانسان الطبع تاعو اش توالى النسيان سريع النسيان ومن بعد كي ذكرك اخوك بحاجه يا واه هذيك عن سينها يا واه هذه نسين هذه الذكرى. كاين المذاكره اليوميه وكاين الاعمال اللي تخليك دائما مرتبط. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقعد غير في هذاك الرباط ما توخرش منه ما ينكش الاخر دائما مكروشي دائما مبروشي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا. شوف النداءات القرانيه في هذا الصنيع وهذا القبيل. علاش ربي يقول وتعاونوا على البر والتقوى؟ البر والتقوى نتعاونوا عليه نتعاونوا كما مره ان هذه الايه كان يستدل بها على العمل الخيري وان جازت لكن الاصل تاعها ماشي في العمل الخيري اصلها تعاون على اننا نتقي الله نتعاونوا باش نتقوا الله نتعاونوا باش يحصل منا عمل البر.